قد لي سيدي كيرجع للاهتمام ديال المغرب للطاقه النوويه الى الثمانينات على خصك اكثر من 3 دقائق. فكيطلب البرنامج النووي واحد البنيه تحتيه تكنولوجيه واحد الموارد البشريه اللي الحمد لله عندنا قادره على دعم البرنامج على المدى الطويل بطريقه مباشره. ولهذا الغرض تم تاسيس المركز الوطني للطاقه والعلوم والتقنيات النوويه لوكنستان سنه 1986 اللي كتوفر على واحد المفاعل نووي ذو طاقه محدوده 2 ميجاوات موجه اساسا للابحاث والدراسات النوويه. وحظي هذا المركز كيف ما كتعرفوا بدعم كبير من طرف المنظمات الدوليه. وهذه الوزاره نشات واحد اللجنه ديال التفكير، لجنه التفكير في امكانيه انتاج الكهرباء وتحليه المياه البحر باستعمال الطاقه النوويه لوكخاد من اجل دراسه سيناريوهات لها على الارض الطاقي المتضمنه للخيار النووي. فكانت فيه بزاف ديال التقييمات، واخر تقييم غنتكلم عليه هو واحد التقييم كان دار في 2015 اللي هم المجالات 19 المتعلقه بحاله تقدم وتطوير البنيه التحتيه النوويه للبلاد وفقا للمنهجيه التي اوصت بها الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. فبناء على واحد الطلب ديال هذه الوزاره كانت تمت دراسه تقرير التقييم الذاتي من اجل من قبل البعثه ديال التقييم التابعه للوكاله الدوليه للطاقه الذريه اللي مسمى بالينيغ. فحسب خلاصه التقرير عندنا لكم الخلاصات، المغرب قدرة كما قاعده مهمه من المعارف والخبرات المتعلقه بالانشطه النوويه في اطار الاستعدادات اللازمه من اجل اتخاذ قرار وطني مستنير فيما يخص خيار الطاقه النوويه لانتاج الكهرباء. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية هو أنه من أجل تفعيل هذه التوصيات واعتمادا على خطة العمل ديال اللجنة لفترة 2016-2021 تم إعداد واحد تقرير شامل في سنة 2022 من طرف هذه اللجنة كيهم ميادين البنية التحتية الأساسية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية والإطار القانوني والتشريعي والتسيير والكفاءات البشرية والشبكة الكهربائية إلى آخره. وحنا الوزارة كتنكب حاليا على دراسة هذا التقرير. من جهة أخرى فيما يخص الترسانة القانونية، فاشتغلنا على الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، عندكم القانون ديال 142/12 وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. وشرعت الوزارة في دراسة تعديل القانون رقم 12/02 المتعلق بالمسؤولية المدنية. غادي ما نهضرش على الترسانة القانونية، غنتكلم على الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات اللي توقعتها المملكة المغربية.